العرض اللي شفتو ديال تيوترت ليه هو من انجاز فرقه اوسكار للمسرح بسيد البرنوسي. هي مسرحيه تطرح قضيه الانيه هي قضيه المراه، اعاده الاعتبار للمراه، وهذا هو موضوع الساعه في مدونه جديده، وكذلك هو الانصات للمراه، فهي صيحه ونداء لاعاده الانصات للمراه من اجل تحقيق مكاسبها ومتطلباتها الانيه، لان تعطلنا بزاف وبقينا تندورو في تيوترت ليه. باختصار شديد هذا هو لو كونتكست، هذا هو الفكره المنطقيه للمسرحيه. وراك شتو هي في خلالها راه كاين مواقف واحداث يعرضوا لها الاشخاص من اجل النبش في الواقع ديال المراه بسلبياته وكذا بايجابياته. هي لحظه تبوح واعتراف من اجل مراه نقدر نقول بين قوسين احسن مما حالا مما عليه الان. اكيد هو موضوع انساني اكثر من مناسباتي، وجات الفرصه مع الاخوات في منظمه النساء الاتحاديات، فهذا تشرف بعد الجمعيه كذلك باش تكون انها اللي ما مخندقاش في واحد الاتجاه واحد. يعني نحن مع جميع المنظمات سواء كانت سياسيه او كذا، نحن نصنع الفرجه، نصنع الفرح، وكل من يدعمون ويساندون يعني كما نحن في اطار يعني الالتزام والفن الراقي فمرحبا به. سيت ان كاستينغ تيكون قبل سميتو مبتلين محترفين، كان ان كاستينغ بعد كاستينغ كانوا بزاف، كانوا شي سبعه في الاخر صايت على نقاش انا اللي داير الدراماتورجيا والاخراج تنشوف داك لو بروفايل كما تنقولوا، داك البروفايل اللي غير جديد لديك الشخصيه، لا شخصيه قاسم، لا شخصيه المعطي، لا شخصيه ديال القاضي، لا شخصيه ديال السعديه. وتم اختيار الممثلين اللي شفتوا، والحمد لله تنظن انهم توفقوا شيئا ما في ابراز الشخصيه وموهبتهم. الجديد كاينه تيه وترت ليه، وكاينه مسرحيه ديال هنا بقينا كذلك تتعالج موضوع اجتماعي وسياسي اللي غيكون ان شاء الله هو الموسم ديال سنه 2024. هذه ابداع 2023، وهنا بقينا ان شاء الله غتكون ابداع 2024 باذن الله. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.